الشيوخ الأفاضل، رجال الدين، الراهبات، أهل الناصرة، زوار مدينة الناصرة من البلاد ومن الخارج، كل عام وأنتم بألف خير. أعتقد أن المشهد الذي أراه أبلغ من أي كلام، أبلغ من أي كلام، لأنه يعكس هذه الروح الرائعة التي تسود أجواء العيد، التي تسود في مدينة الناصرة، والتي نحمل جميعا مسؤولية المحافظة عليها نحو المستقبل. نحن نتجه نحو سنة جديدة. أيها المسيحيون، أيها اليهود، أيها العرب، أيها الأجانب، يا من أتيتم إلى هذه المدينة الطيبة المباركة، جميعا بحفظ الأسماء والألقاب للجميع، فردا فردا، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، ونحن في هذا الاحتفال نتذكر الإنسان الكريم، الإنسان الرحيم، الإنسان المتواضع، الإنسان المعلم، نتذكر عيسى عليه السلام الذي جعله الله تبارك وتعالى آية للناس، والذي جعله الله تبارك وتعالى رسولا من أولي العزم من الرسل. إنه ابن الناصرة، إنه ابن الجليل، إنه ابن فلسطين، إنه عيسى ابن مريم عليه السلام. ايش رسالة الميلاد خاصة في ظل الربيع العربي اللي احنا عم نشوفه اليوم في العالم العربي؟ رسالة الميلاد هي رسالة السلام اللي السيد المسيح اعلنها من اجا، واعلنوها الملائكة من اجا السيد المسيح في الارض السلام وللناس المسرة، وهذا اللي بنتأمله بهذا الميلاد، انه كل الارض، مش البلاد العربية، وانما كل الارض يجي السلام. هاي أول مرة زيارة إليك لمدينة الناصرة ولا كنت؟ أنا هاي 6 سنين هون. 6 سنين؟ نعم. وكيف شايف الاحتفالات هون، الأشياء المميزة في مدينة البشارة، مدينة السيد المسيح؟ الاحتفالات قبل كانت أكثر مادية، وهلا شوي يعني
عم بيتقرب الإنسان بسبب الأوضاع بسبب الحروب، فعم بيتقرب أكثر لله وإن شاء الله دائما. إيش رسالتك لهذا العام؟ أنا رسالتي لهذا العام هي الخدمة، بحب أخدم وأخدم تطوع كمان. وعلى صعيد شخصي إيش أمنياتك؟ أنا أمنيتي بصراحة أكثر إشي هي السلام، سلام لبلدي، سلام لأهلي، سلام لكل الناس.